ليس هنالك من خيار إلا إصلاح هذا النظام إطلاقا، لأن البديل وهو أننا سنتوقف عن أداء المعاشات كاملة في 2021 أو القيام بزيادة كبيرة في سنة 2018 في نسب الشراكة. لماذا زيادة كبيرة؟ لأن المشروع الإصلاح الذي اقترحته الحكومة وأحالت مشروعه الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنة الماضية وأجابها في نوفمبر 2014 يقوم على ثلاثية: الرفع من السن، ثانيا الرفع من المساهمات، وثالثا تقليص من قيمة المعاش، لأن الاحتساب المعاش عوض أن يكون على حساب آخر أجر سيكون معدل سنوات الأخيرة ثمانية الأخيرة. إذن أو المهم هذا الأمر يدقق. اليوم الحكومة في يونيو 2015 يعني قبيل الانتخابات، كانت انتخابات المؤتمرين وبعد انتخابات هي المجلس المستشاري، يعني إلى غاية أكتوبر الشهر الماضي كنا في إذن قبيل انطلاق الانتخابات كانت جلسة حوار اجتماعي، وعندك الحكومة أخبرت النقابات بوضوح بأنها ستتقدم نحو هذا الإصلاح. ما طرحته بعض النقابات في تلك اللقاءات هو لا يكون هذا الإصلاح يعني جافا، بل أن يكون معه أيضا أن يواكب بإجراءات، وهو شيء تفهمته الحكومة وسنعمل عليه، بمعنى أن عملية الإصلاح بسيناريو يقوم على تلك المبادئ الثلاث زائد مبدأ التدرج في الانتقال حول التدرج على مستوى السنوات زائد مبدأ عدم المس بالحقوق المكتسبة، أي أن القيمة أصحاب المعاشات الحالية معاشتهم لن تمس. ها واحد. ثانيا أن سنوات العمل التي قضاها الموظف في الماضي ستحتسب على أساس المقياس السابق، فهو إصلاح مقياسي في نهاية المطاف. إذن ما نحن بصدده حاليا هو إصلاح في مرحلته الأولى سيهم نظام المعاشات الثانية، على أساس أن يهم في مرحلته الثانية نظام المعاشات على مستوى القطاع الخاص، هذا الأمر الأول، أن يكون متدرجا، أن لا يمس بالحقوق المكتسبة، وأن يكون ثلاثيا، لأن الزيادة في عدد سنوات ديال العمل، زيادة في سن التقاعد، والزيادة في نسبة المشاركة بين الدولة وبين الأفراد، والزيادة والتقليص من قيمة المعاش، هذه العناصر الثلاثة هي الجوهر ديال الإصلاح.